لا 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 طلع على صحبي لا خايس ولا صغير الناس اللي قتلوها خالي بان الناس اللي قتلوها ماشي لقيتوها مقتوله نتوما حنا بينا حاضرين معاكم وديك الشيء لقيتوها مقتوله صار اذا تم العثور على الكلبه المسعوره التي اثارت الهلع وسط السكنه مدينه العرائش مقتوله بحي يعني كنت كنضربها فيها هي شي زياد وكريم نعم اذا معنا واحد محمد انت واحد اللي تعرضوا للعمليه ديال العضه ديال الكلبه انا اللي تعرض وانا اللي في السيتاله هاي بالتليفون انا اللي مسيت هاد العينه بالتليفون كتعطيني باش تنقدتي منها وديك الشيء منها هي هذيك العينه اللي في السيتاله اذا تم العثور الان مباشره من حي زياد وكريم بالمنزه على الكلبه التي اثارت الهلع وسط ساكنه مدينه العرائش وحي المنزه وسط تواجد الساكنه اللي خرجت من الاحياء لمعاينه العثور على المقتوله بحي المنزه وبحي زياد وكريم. تحاموا عليها حيت عضت الكلبه ديالها. اذا بعد ما حلت الشرطه الاداريه المنزه صباح اليوم عضت جوج الناس هي قلت عليهم الصباح اليوم في الصباح الرجل ومراته ياك الرجل ومراته مين عضتهم؟ قدام الياقوت عاد دابا ساعة الله رب دابا بلغ عدد الضحايا ديال الكلبه 21 شخص يعني منكر يعني اثرت هلع واحتجاجات الساكنه يعني وخرجت كلها يعني باش تعين هذه المعاينه ديال العثور عليها مقتوله بحي المنزل.